السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم. رحب بكم في حلقة جديدة ودائما على قناتكم شروحات للمعلوميات. في هذا الدرس إن شاء الله سأريكم طريقة الحصول على الريب لتفعيل حساباتكم من خلال الدفعات. فمثلا تريد أن تقوم بالحصول على دفعات من خلال جوجل أدسنس، يجب عليك أن تتوفر على الريب. كما تلاحظ هنا سنقوم بالذهاب إلى إدارة الدفع. بعد الدخول إلى إدارة الدفع مباشرة، مثلا جوجل أدسنس أو غيرها من الحسابات كالبايبل وكذلك البايونير وغيرها من الأبناك الأخرى، يمكنك أن تقوم ب عندما تريد أن تقوم بسحب الأموال من خلال البنك المحلي الخاص بك، سيطلب منك الريب لتفعيل هذا الأخير أو لربطه بهذا الأخير الذي المعروف ب الرقم الحساب المصرفي. كما تلاحظ المتكون من 24 رقم كما تلاحظ معي هنا. كما تلاحظ هنا تقوم بكتابة اسم البنك الخاص بك، وكذلك هنا تقوم بكتابة اسم الريب. كما قلت هنا تقوم بوضع اسم الحساب، وهنا يطلب منك أن تقوم بإدخال الريب الذي قلت لك يتكون من 24 رقم، أي المسمى بالرقم الحساب. فللحصول عليه يجب عليك أن تقوم بالتسجيل في إحدى الأبناك الخاصة بالدولة التي أنت منها، أي البنوك المحلية. كمثلا نحن في المغرب لدينا مجموعة من الأبناك، منها بيمسي وكذلك البنك الشعبي وكذلك البنك التجاري، وكذلك هناك وفا بنك، وكذلك هناك بنك سي اش المعروف الدولي وغيرها من الأبناك. فمثلا أنا قمت بالتسجيل في هذا البنك الخاص ببريد بنك. سأقوم بتسجيل الدخول إلى حسابي وأريكم كيف تقوم باستخراج الريب الخاص بك، كما قلت بطريقة سهلة جدا. فعندما تقوم بالتسجيل في إحدى البنوك ستطلب منهم أن يقوموا بإعطائك الرقم الحساب، أو سيعطيك اليوزر نيم وكذلك الباسورد لتسجيل الدخول إلى حسابك من خلال حاسوبك أو من خلال الإنترنت، لكي تطلع على الرصيد الخاص بك وكذلك المعلومات عامة حول الرقم الحساب الخاص بك أو حسابك الشخصي. سنقوم ستذهب مباشرة بعد الدخول إلى هذه الصفحة. عندما يقومون بإعطائك كما قلت اليوزر نيم والباسورد، تقوم بالدخول إلى البنك المحلي الخاص بك، وبعد ذلك مباشرة تذهب إلى هذا الخيار كما تلاحظ هنا إيديت الريب. جيد، بعد ذلك ستظهر لك هذه الصفحة الجديدة. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالنقر على هذا السهم. ستختار هذا الخيار الذي في الأسفل، ثم تختار هنا جي فاليدي، وبعد ذلك ستظهر لك مجموعة من المعلومات المتعلقة كما تلاحظ هنا معي مجموعة من المعلومات. هنا الرقم الحساب، وهنا الاسم والنسب الخاص بك، وهنا الريب. هذا هو الذي يهمنا في هذا الدرس كما تلاحظ معي هنا. بعد ذلك هنا يعطيك بعض المعلومات الأخرى، وهنا يعطيك العنوان الخاص بك وكذلك الدولة وكذلك المدينة وكذلك الكود بوستال. جيد، هناك طريقتان للحصول على الريب. إذا كنت تريد أن تقوم باستخراج المعلومات أو الريب الخاص بك، يمكنك النقر هنا من خلال امبريميت لتقوم باستخراجه عن طريق تقوم بعملية الامبريم او تقوم باستخراجه من الحاسوب بهذه الطريقة. يمكنك النقر على هذا الخيار اذا كنت تتوفر على امبريمونت. يمكنك ان تقوم بعمل امبريمي ثم بعد ذلك يمكنك ان تقوم باستخراج نسخة من هذا الاخير. اما اذا كنت لا تتوفر فيمكنك ان تقوم بالدخول الى حسابك وتقوم باستخراج الريب الخاص بك. جيد، بعد ذلك تقوم بتحميل الريب الخاص بك، وبعد ذلك تقوم بالذهاب به الى البنك الذي تريد أن تقوم بإدخال إليه الريب. كما تلاحظ معي هنا، كما تلاحظ هنا رقم الحساب الريب، هذا هو رقم الحساب. بعد ذلك يمكنك أن تقوم باتباع الخطوات التالية. بعد ذلك قم بوضع حسابك البنكي من خلال بعض الأبناك الأخرى لكي تستقطب الأموال أو لتقوم بسحب أموال من خلال إحدى البنوك. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. المرجو إن أعجبتكم الحلقة لا تنسوا النقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة. إلى دروس قادمة إن شاء الله.